السلام عليكم متابعي دراما سبورت. تعادل منتخبنا مع منتخب أوزباكستان 1-1، تعادل ظالم بس كان أداء مشرف وعجبني. هلا موضوع السلبيات والإيجابيات لازم نحكي فيها دائما، لأنه الكمال لله وحده، لهيك دائما لازم ناخد الجوانب السلبية ونحكي عنها بشكل مباشر لعل وعسى تتغير لكأس آسيا. مدرب منتخبنا بيردشتانجي دائما بيعتمد على تشكيلة 4-4-1-1. أي مباراة يلعب فيها مدرب منتخبنا رح يعتمد فيها على تشكيلة 4-4-1-1. من جهة هذا الأسلوب ممتاز، لأنه بهالطريقة لعيبة منتخبنا مع مرور الزمن رح يتعودوا على طريقة اللعب وكمان رح يحفظوا هالطريقة. ومن جهة تانية إذا مدربي المنتخبات المنافسة حفظوا طريقة لعب منتخبنا ممكن تتغير الموازين وتكون نقطة ضعف للمنتخب. على كل حال مع مدرب مثل هيكتور كوبر مدرب منتخب أوزباكستان لا خوف على منتخبنا. مدرب منتخب أوزباكستان هيكتور كوبر دمر المنتخب المصري وأنا حاسسني قلبي أنه راح يدمر المنتخب الأوزباكي. نرجع لتشكيلة المنتخب واللي كانت بحراسة المرمى إبراهيم عالمي، قلبي الدفاع عمرو ميداني وجهاد الباعور، ظهير اليمين عبد الملك عنيزان وظهير اليسار نديم صباغ، بخط الوسط الارتكاز تامر الحاج محمد ومحمد عثمان، جناح اليمين محمود المواس وجناح اليسار فهد اليوسف، بخط الهجوم أسامة عمري وعمر السومة. مع بداية الشوط الأول ومع أول 20 دقيقة هاجم الأوزبك وشكلوا خطورة كتير كبيرة على منتخبنا. عبد الملك عنيزان لسه ما كان داخل بأجواء المباراة، لهيك كانت أغلب الهجمات الأوزباكية من جهته، لكن مع مرور الوقت منتخبنا استحوذ على الكرة وبلش الخطورة على منتخب أوزباكستان. كان في تنويع باللعب من العرضيات ومن العمق، ترفيعة حلوة من عبد الملك عنيزان لفهد اليوسف سددها لكن الحارس الأوزباكي تصدى للكرة. كمان لمحة فنية حلوة بين السومة وأسامة أومري، تمريرة حلوة من أسامة أومري للسومة لكن بالنهاية للأسف عمر السومة ما سجل الهدف. عموما بالشوط الأول شفنا أداء كتير كويس للمنتخب، شفنا فيه تنويع للعب وتبديل بالمراكز بين فهد اليوسف ومحمود المواس. مع بداية الشوط الثاني كان في ضغط سوري لكن بالنهاية اللمسة الأخيرة كانت مفقودة. بالدقيقة 62 احتسب الحكم التركماني ركلة جزاء لمنتخب أوزباكستان وسجلوا منها الهدف. بالدقيقة 68 بدل منتخبنا لاعبين، حسين جويد مكان عبد الملك عنيزان ومارديك مارديكيان مكان محمود المواس. وبالدقيقة 73 بدل منتخبنا لاعبين، حميد ميدو مكان نديم صباغ ويوسف قلفة مكان فهد اليوسف. وبالدقيقة 78 مين بيجيبها غير السومة؟ إذا معك السومة فالأمور دائما محسومة ولازم تكون دائما مجهز حالك لشي هدف هيك من غامض علمه. ترفيعة ممتازة من حسين جويد ورأسية هداف بالفطرة، هدف على قولة أحلام يدرس. بالدقيقة 83 دخل أياز عثمان مكان أسامة أومري، استمر الاستحواذ والضغط السوري. هلأ يا شباب ملاحظات بسيطة حول لعيبة منتخبنا. إبراهيم عالمي كالعادة نمر بالمرمى، مع وجود إبراهيم عالمي لا خوف على منتخبنا، الله يبعد عنه الإصابات بس. مع شوية تحفظ على بعض اللقطات لما كان بيطلع على العرضيات من دون أي سبب. قلبي الدفاع عمرو ميداني وجهاد الباعور قدموا مباراة ممتازة، ثقة بالنفس وهذا اللي بيحتاجه المنتخب. عبد الملك عنيزان قدم بالشوط الأول أداء مقبول لكن بالشوط الثاني كان خارج الفورمة. أنا بتوقع حسين جويد بالانتظار وممكن ياخد فرصته بشكل أساسي. نديم صباغ كنت بانتظار أداء أفضل منه بالأخص أنه هو اللاعب الأكثر خبرة بهالمركز. نديم صباغ لازم ينتبه لهذا المركز لأنه حميد ميدو مانو قليل وكمان جابرييل الصومي رح يشارك بمباراة قرغيزستان وممكن يحجز لنفسه مركز أساسي كظهير يسار. تامر الحاج محمد، هاي أسوأ مباراة بشوفها للاعب تامر الحاج محمد، لازم يراجع شوي نفسه. أنا بشوف أنه لازم يحسن من أدائه بالأخص أنه تامر الحاج محمد في عنده منافس كمان على الاحتياط أحمد الأشقر، قدم مع المنتخب الأولمبي أداء ثابت ومتزن وممكن يلعب كأساسي بالأيام الجاية. محمد عثمان، بتعرفوا يا شباب كل المباراة كنت عم أتابع وعم أراقب هاللاعب. باقي لعيبة المنتخب بنعرفهم لكن محمد عثمان لسه ما بنعرفه وحبيت أشوف طريقة لعبه هيك عن قرب. هذا اللاعب بهذا المركز بيحتاجه المنتخب من أكثر من 20 سنة، بالصدر بيمرر بالكعب بيمرر، لاعب واثق من نفسه، إمكانيات ممتازة، تمريرات رائعة،
بكل المباراة شفت خطأ أو خطأين بالتمرير، أغلب التمريرات كانت مباشرة وتمريرات كانت كلها بالوقت المناسب وباللحظة المناسبة. لاعب بصراحة بيحتاجه المنتخب بشكل أساسي بكل مباراة. فهد اليوسف ومحمود المواس قدموا شوط أول تكتيكي، لكن كمان لازم يركزوا شوي لأنه بالاحتياط موجود مارديك ويوسف قلفة، كمان لعيبة ممتازين وممكن يشكلوا خطورة على مركز فهد اليوسف ومحمود المواس. أسامة أومر يقدم أداء أكثر من جيد، تمريرات ممتازة، لاعب متزن، إذا المدرب اعتمد عليه بشكل أساسي وبشكل مستمر بتوقع حيقدم أفضل الهدايا وأفضل التمريرات للسومة. عمر السومة يا شباب مثل طالب الأول على الصف، دائما حافظ درسه ودائما بيجيب العلامة الكاملة، هداف بالفطرة. مع وجود عمر السومة أنا دائما واثق أنه منتخبنا راح يسجل هدف، لكن أهم شيء الدفاع أنه ما يتسجل علينا هدف والباقي كله على السومة. شكرا عمر السومة لأنك ما خليت هذا المعلق الأوزباكي واللي صرعنا بإسماعيلوف وكريموف يشمت فينا. شباب أنا للاحتياط شتمت المعلق الأوزباكي، بلكي كان عم يشتم فينا ونحن ما بنعرف، على إسماعيلوف، كريموف، عبد الملك ونيزان، عمر السومة صرعنا. على كل حال هذا ملخص وتحليل بسيط لمباراة منتخبنا مع منتخب أوزباكستان. بتمنى يعجبكم الفيديو، كونوا بصحة وخير وسلام.